لعبة تحدي جديدة، كل لاعب يسحب ورقة في دورة اللي تطلع له، رحت فيها بالضبط يروح فيها ويخرج من اللعبة إلا إذا كان معك ورقة البشت. ورقة البشت هي أقوى ورقة في اللعبة، بما أنها تعطيك فرصة إضافية للاستمرار في اللعب بعد سحب ورقة رحت فيها. يعني لو سحبت رحت فيها تقدر تستخدم البشت وترجع ورقة رحت فيها لورق السحب في أي مكان بدون ما تلخبط وبدون ما أحد يشوف. كل لاعب يبدأ بورقة بشت واحدة، كل أوراق الأكشن الثانية راح تساعدك تتجنب سحب ورقة رحت فيها، وإذا جاء دورك تقدر تلعب أي عدد من أوراق الأكشن أو ما تلعب أي ورقة براحتك، بس عشان تنهي دورك لازم تسحب ورقة من أعلى ورق السحب، ودعي إنها ما تكون ورقة رحت فيها، وتذكر العب أول بعدين اسحب، ويستمر اللعب إلين جميع اللاعبين يروحون فيها وما يبقى إلا لاعب واحد في الأخير هو الفائز. اللعبة فيها الكثير من أوراق الأكشن المختلفة وشرح مفعول كل واحدة منها موجود على كل ورقة، وبالتفصيل في ورقة التعليمات. ورقة سكليف تخليك تنهي دورك بدون ما تسحب، تقدر تلعبها إذا حسيت إن ورقة رحت فيها جايتك. ورقة اليوتير تخليك تنهي دورك بدون ما تسحب ورقة وتعكس اتجاه اللعب. ورقة الدنبوشي تخليك تكشف لنفسك أول 3 أوراق من مجموعة السحب قبل ما تسحب، لو شفت إن ورقة رحت فيها جايتك تقدر تستعمل سكليف وتخلي اللي بعدك يأكلها. ورقة ما يمشي تقدر تلعبها في أي وقت حتى خارج دورك، تخليك تبطل مفعول أي ورقة أكشن لعبها أي لاعب، وإذا أحد لعب لك ورقة ما يمشي تقدر تلعب ورقة ما يمشي عليها وتمشيها غصب، لكنها ما تبطل مفعول ورقة البشت ورقة رحت فيها. بعض البطاقات ما فيها أي تعليمات، تحتاج تجمع نفس النوع وتكون مجموعة، لو جمعت 2 تقدر تلعبهم في دورك كأكشن وتختار أي لاعب تسحب ورقة من يده بشكل عشوائي، ولو جمعت 3 تقدر تلعبهم في دورك كأكشن وتسمي ورقة معينة من أي لاعب وتجبره يعطيك هي. لو ما عند الورقة اللي سميتها ما تاخذ شيء، لكن انتبه ورقة ما يمشي تقدر تبطل مفعول أوراق المجموعات المتشابهة. تجهيز اللعب، أولا قم بإخراج جميع أوراق رحت فيها والبشت من ورق اللعب، بعدها اخلط ورق اللعب ووزع 4 أوراق لكل لاعب، ثم أعطي لكل لاعب ورقة واحدة من ورقة البشت. بناء على عدد اللاعبين رجع أوراق رحت فيها والبشت المتبقية لورق اللعب واخلطها مرة ثانية. لازم يكون عدد أوراق رحت فيها أقل من عدد اللاعبين بواحد، مثلا لو كان عدد اللاعبين 4 أدرج 3 أوراق رحت فيها وأزيل الباقي من اللعبة تماما، اخلط ورق اللعب مرة ثانية وحطها مقلوبة لتشكيل ورق السحب. إذا كان باقي عندك أسئلة يمكنك قراءة كتيب التعليمات أو التواصل معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.